السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلم على حليلو مدرب المنتخب المغربي، وين تلقى انتقادات لاذعة يعني من طرف الإعلام. يعني هذا المدرب اللي هو العمل تاعو يصنع فريق من والو، يصنع لك فريق يعني وين يبدا بنقطه الصفر، يبغي يخلي اللمسه تاعه يبدا من نقطه الصفر. هذه باش نشوفوا كيفاش، والانتقادات الذي على الناخب الوطني المغربي وحيد حليلو بسبب اداء يعني بسبب الأداء المغرب أمام السودان، يعني وين ساعدنا كيفاش المغرب، وين كذلك وين فاز 3 نقاط، وين خلف أداء غير مقنع للمنتخب المغربي أمام نظيره السوداني. انتقادات لاذعة للناخب الوطني وحيد حليلو، ولم يشفع الفوز في مباراة بهدفين دون رد في حد من حد غضب الجماهير المغربية تجاه المدرب المنتخب، والتي شددت على أن أداء العناصر الوطنية لا يبشر بالخير. وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها المغاربة السهام النقد لوحيد حليلو، إذ تمت مطالبته في العديد من المناسبات بالإقالة رغم الانتصارات التي حققها رفقة المنتخب. هذا المدرب والله ما عنده زرايب، يربح 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 يربح، صارت له مع حنا برك اللي مشى معنا، صارت له مع الكوتيفوار، مأهل الكوتيفوار يعني راه الكوب دي موند وخروه، راه الكوب دي موند وخروه، جابون فينيك يعني أهلها بعد وخروه بسبب قوة الشخصية تاعه، يعني وين هو رد فوق الميدان، صحيح كيما بالماضي رد فوق الميدان، الهضره في الميدان. انا حاسبوني نقاط، حاسبوني اهداف ونقاط ونفوز، ما كاش منا ولا مليها، هذه هي. ويبقى عدم استقرار وحيد على التشكيله وين في المباريات من اهم نقاط التي تثير مخاوف المغاربه، خاصه في ظل الغموض الذي يلف يعني سياسة الفريق بعد سنتين من تقلد حليلو زمام الأمور داخل المنتخب. وحقق المنتخب مساء يوم الخميس انتصار أول في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر بهدفين لصفر على حساب المنتخب السوداني بهدفين دون رد في توقيع المدافع نايف أكراد وأبو عقلة عبد الله ضد مرماه. المهم مدرب يعني وين راه نقولوا بلي مدرب اللي راه نتبلي بلي هذا المدرب، رغم ان الناس اللي طايحين عليه نعرفوا بلي ما حملوهاش بسبب زياش، يعني ما حملوهاش بسبب زي، انا تبلي بلي ما حملوهاش بسبب زياش، هذه اللي نشوف فيها. بلي كيما هكا وين هو راه يشوف بلي راه في الطريق الصحيح، راه في يعني وين نقولوا بلي حليلو وين المدرب، لان ما نكذبش عليكم انا المدرب هذا نحترمه بزاف ونتبعه بزاف، يعني مدرب اللي خلى وين يروح يخلي المكانه تاعو مقيه يعني بدون ضجيج، يعني الا شاهدنا كيفاش شاهدنا كل نقولوا بلي الإعلام دائما وين هو يعني يعطي يحترم روحه بزاف، هو يحترم روحه بزاف ملحقه يحترم روحه، لأن المدرب يعرف كيفاش يخدم، مدرب يعني مدرب لي يعرف كيفاش يقدم نصائح تاعو للاعبين. نقولوا بلي رغم ان شاهدنا كيفاش الفوز الكبير، الفوز يعني بصح ما شفعتش فيه وين الانصار وين الاعلام المغربي يريد إقالة هذا المدرب اللي غادي يندموا عليه. انا نقول لكم والله لا ندمتوا، والله لا ندمتوا عليه، غادي تندموا عليه الهشام،
هذا مدرب ما غادي تسيبوه غير جاب لكم ربي جاب لكم مدرب بصح راكم عميين. انا نقولها لكم ربي جاب لكم مدرب بصح راكم عميين. على مدرب كيما هذا انا تنمو نحترم هذا المدرب ويلعب يعني يلعب يعمل يعني يتقد العمل تاعه كيما نقولوا حنايا. وان شاء الله كيفاش وين وانتهت الشوط ان شاء الله كيفاش لعبوا وين الشوط الاول من مباراه المنتخب المغربي ضد نظيره السوداني برصد تصفيات كاس افريقيا كاس العالم وانتهى بتقدم اسود بهدف دون رد. يعني الشوط الاول وسجل هدف الفريق اللاعب رين الفرنسي نايف اكراد في الدقيقه العاشره. وشهد الشوط الاول من المباراه استحواذ كبير لعناصر المغربيه مقابل تراجع كلي للاعبين المنتخب السوداني. واتيحت عده فرص للتسجيل للاعبين المنتخب المغربي خاصه بواسطة المهاجم إشبيليا الإسباني، غير أن التسرع وغياب التركيز حال دون ترجمتها إلى أهداف. أشرك الناخب الوطني وحيد حليو في هذه المواجهة يعني لاعبين لما عجب نقولوا باللي الإعلام المغربي ما عجبتوش ما تحبناش على ما عجبتوش على النتيجة يعني ولا غاضتكم كي ربحنا حنا بثمانية بغيتوا تربحوا بثمانية كل واحد وكيفاش كل واحد والمباراة تاعه يعني كل واحد والمباراة تاعه. علاش نتوما تحوسوا جوارينكم ربحوا ما ربحوش كل واحد والمباراة تاعه يندموا خاطر كسبوا مدرب ثاني كاع عندهم مدرب كاين الجزائر كاين المغرب اللي عندهم مدرب كبير مدربين كبار مدرب يعني وين جاما بالماضي وين صاب المجموعة عرف كيفاش يموتيفيها وحاللو يبغي يبدا من نقطة الصفر يبغي يبدا من نقطة الصفر هذه هي وين حللوا يعني بالك ما يبغوش يعني بعد ما قصف الصحافة المغربية في ندوة صحفية ويرد عليهم بهذه التصريحات يعني عدم وسبب استدعاء حكيم زياش هو عدم انضباط وبعض السلوكات ورفضه يعني المشاركة في بعض المباريات وأخذ الإجازة وبعض الراحة أنا لا أقبل أي لعاب ونحن مقبلين على تصفيات كأس العالم اللعاب لا يتدرب مع فريقي ويأخذ إجازة والكسل وعدم الانضباط في التدريبات يعني بالنسبة لي الطرد. هما راهم يضغطوا عليه هما راهم دايرين يحوسوا على كلش باش يردوا زياش صارت لهم كيما حنايا النهار اللي صارت له هو فانيك الضربة بصح هو عرف كيما هو يرد في الميدان ضربة تاع زياني رغم اننا نحترمو زياني نحترموه يعني والو زياني يبقى لعاب اللي قدم للجزائر يعني ما نساوش ما نكونوش نعكرين بصح حاللو يعني شعلنا كيفاش بعد اعتزال معظم اللاعبين في عز شبابهم كيما نقولوا حنا مطمور كيما نقولوا نادر بالحاج عنتر يحيى فاني كان اعتزل صغير عنتر يحيى يعني كاين لاعبين اللي اعتزلوا صغار بصح عرف كيفاش هو يخدم ليكيب تاعه. على هذيك انا نشوف بلي المغاربه اتجاه حاللو راكم غالطين انتوما راكم تشوفوا لازم تربحوا بثمانيه كي تتلاقاو بفريق كيما جيبوتي وسيور وحكم فيه يعني السودان شاهدنا كيفاش تراجعوا للوراء شاهدنا الناصيري كيفاش وين ضيع اهداف هذاك الناف تاع اشبيليا هذاك وين ضيع اهداف كثيره على بالك النرباز ماشي النرباز التسرع برك ما كنتو فايق تربحوا بربعه ولا خمسه بصح كان تسرع يعني كنتو تحوسوا باش تربحوا باش اللعابه عندكم ولاو يحوسوا باش يربحوا برك هذه هي. لكن انا نهضركم ما نشدتكم ولا حاجه احنا الله يسعد عليكم ربحوا تخسروا احنا عندنا منتخب وطني نحوسوا على المنتخب انا هذا حاللو ما نكذبش عليكم نبغيه نكونش انا واحد من عمري لا كنت من الناكرين هذا المدرب اللي تعجبنا الشخصيه تاعه والعمل تاعه كيما نبغو جامع بالماضي نبغو السعدان ما نساوش كرمالي الله يرحمه
يعني كاين مدربين اللي فاتوا على الجزائر ما نساوهمش حنايا، يعني ما نساوهمش نبقاو نذكرهم بالخير. وانا هذه ناس هذه كما يقول لك رساله للاعلام المغربي، غادي تندموا، تندموا على هذا لونترينر، غادي تندموا عليه ليشان، حتى هذا مدرب كفء وعنده شخصيه تاعو، يعني ما عندوش شواكره كما جا بالماضي قصه بالك على بالكم بها في قطر، يعني ضيع وقيلا دقيقه ولا زوج محرز، ضيع دقيقه ولا زوج قال لك شارق لا محرز تهدا لحقه في تاكسي، ما زعما والو لحقه في تاكسي، عرف روحو بلي وراه مخسر، هذه هي.